دكتور عمرو حسن، استاذ مساعد النساء والتوليد بكليه طب القصر العيني. احنا النهارده يوم 20 مارس بنحتفل باعاده تجديد متحف دكتور نجيب محفوظ. دكتور نجيب محفوظ كان اتولد سنه 1882، وفي 1902 هو اتخرج من الكليه، وكان يمكن كان في حادثه غيرت نظرته لان هو ياخد تخصص نساء. هو في الاساس كان دكتور تخدير، وعلى وقتهم ما كانش اصلا في تخصص نساء، كان يمكن استدعوه في ولاده في اسكندريه، وكان اللي بيولد ساعتها بتبقى الدايه، وكانت ولاده متعثره، فطلبوا منه ان هو يخدر العينه. يمكن من كتر ما شدوا على راس الجنين، راس الجنين انفصلت عن جسم الجنين، وفي الحاله دي اصلا توفت الام وتوفى الجنين. رجع ساعتها هنا كان القصر العيني وطلب ان يبقى فيه تخصص نساء وتوليد. يعني قبل كده ما كانش في حاجه اسمها تخصص نساء وتوليد كدكاتره، كان كل اللي موجودين كانوا بيبقوا دايات. اخذ اوضه صغيره وابتدى ان هو يعملها عياده للنساء والتوليد. العياده ذات شهرتها وابتدى الناس تجيله، ويمكن حتى من القصص الشهيره انه في 1911 كانوا استدعوه، كان على ولاده متعثره وانقذ الطفل ده. الطفل ده لما كبر هو الاديب العالمي نجيب محفوظ، ويعني الاديب العالمي نجيب محفوظ اسمى نجيب محفوظ نسبه الى دكتور نجيب محفوظ. دكتور نجيب محفوظ في 1929 عمل المتحف ده. المتحف ده كان عباره عن ان هو العينات اللي هو كان بيعملها وقت العمليات ما كانش بتترمي، كانت بتتعان في جارات ازاز. يعني واحده تعمل لها استئصال رحم، الرحم يتحط جوه جار ازاز. طفل لا قدر الله مولود مثلا بتشوه، دراع ناقص، راسه فيها مشكله، عيوب خلقيه، كان الاطفال دي بتتحط جوه الجارات، عشان دي كانت الوسيله للشرح للطلبه. بعد كده المتحف كان اتقفل، وفي جارات منهم حاجات منها كانت ضاعت. فاحنا السنه دي كان عيله الدكتور نجيب محفوظ تواصلت مع القصر العيني وجابوا فند ان احنا نعمل تجديد للمتحف. المتحف يمكن اتعمل له تجديد مع احدث وسائل التكنولوجيا. يمكن لو ننزل تحت وناخد جوله، كل جار محطوط عليه باركود، الطالب لما يدوس على الكود ده من خلال الموبايل بتاعه يفتح له اللينك على الويب سايت بتاعنا، بحيث ان هو يشرح له الحاله دي ايه، تشخيصها ايه، علاجها ايه، ولو ليها فيديو بيشرحها يقدر ان هو يشرحها. فيمكن ان نقول المتحف ده وقت ما اتعمل في 1929 ده كان اقدم واكبر متحف للجارات ساعتها في الشرق الاوسط وافريقيا. ودلوقتي حاليا هو ملوش مثيل في العالم. يمكن يعني المتاحف اللي زي دي في العالم كانت بتبقى قفلت. احنا الخطوه اللي اتعملت ان احنا ربطناه بالتكنولوجيا، بحيث ان هو الطالب هو قدامه الجار، الجار فيه مشكله مثلا في جنين هو ممكن ما يبقاش عارف ده ايه، لما بيدوس ده بيوصله على الويب سايت اللي يقدر يعرف منها كل المعلومات الابديتد. فالطالب الطب لما يعدي جوه المتحف يمكن راجع منهج النساء كله من خلاله وهو بيعدي من الموبايل. فاستخدمنا التكنولوجيا وفي نفس الوقت استخدمنا التاريخ اللي عندنا. احنا عندنا تحت اكتر من 1300 جار.